نروح لدائرة الأرصاد الجوية، لا أيضا رح يكون معنا عبر الهاتف المتنبئ الجوي مساعد أحمد لنعرف أكثر عن تفاصيل الحالة الجوية لعطلة نهاية الأسبوع. أكيد بنصبح عليك أخ مساعد. صباح الورد. يسعد صباحكم وصباح مشاهدينا الكرام، حياكم الله ويعطيكم الف عافيه. اهلا وسهلا ومرحبا فيك استاذ مساعد احمد، وتحياتنا لكل العاملين في دائره الارصاد الجويه. وبدايه خلينا نتحدث عن تفاصيل حاله الطقس، يعني اليوم ونحن جايين الى مؤسسه الاذاعه والتلفزيون كانت اجواء ماطره في عمان، بدنا نعرف من خلالك تفاصيل حاله الطقس، هل رح يكون في منخفض في الايام القادمه او ارتفاع؟ يعني الهواء معك، تفضل. نعم صحيح، يسعد صباحكم بداية ويعطيكم ألف عافية. يعني الحمد لله بدأ اليوم يوم جميل، بدأ بأمطار خير، أمطار خفيفة في المناطق الشمالية وأيضا أجزاء من المناطق الوسطى، والحمد لله رب العالمين. لكن فرص الأمطار هذه للأسف راح تتلاشى يعني خلال الساعات القادمة، الساعتين القادمات. اليوم مقارنة بالأمس هناك انخفاض قليل على درجات الحرارة، الأجواء راح تكون اليوم باردة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، لكنها لطيفة الحرارة في باقي مناطق المملكة مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة. الرياح غربية معتدلة السرعة ستنشط بين الحين والآخر، مثيرة للغبار في مناطق البادية، لذلك نحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية. بالنسبة لدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم، عمان 15.5، المرتفعات الشمالية 12.3، المرتفعات الجنوبية 14.2، مناطق البادية 21.5، الأغوار 25.11، وفي خليج العقبة العظمى المتوقع اليوم 26 درجة والصغرى 13 درجة. بالنسبة لنهاية الأسبوع أجواء مستقرة وارتفاعات متتالية على درجات الحرارة، العظمى اليوم متوقعين في عمان 15 درجة، يوم الجمعة 17، ويوم السبت سيكون هناك ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، العظمى المتوقعة في عمان يوم السبت حوالي 22 درجة. نعم يا سيدي. نعم، يعني بشكل عام احنا دائما نحمد الله على كل الظروف الجوية اللي بنمر فيها، والحمد لله هذه السنة كانت سنة خير اجمالا، يعني سواء كان بالزائر الابيض ايضا في كمية الامطار. فيعني بدنا نشكرك على كل التفاصيل اللي اطلعتنا عليها بخصوص تفاصيل الحالة الجوية لليوم وعطلة نهاية الاسبوع. بنشكرك على شكرا جزيلا هذا الاتصال. يعني